تنزال عاوتاني والناس كتموت. الله يرحمهم بزاف. شكون جا؟ ندى اهلا. تعطلتي وياه غير خلاها عليك. كيف داير؟ لاباس عليك؟ الحمد لله. ايوا كيف ديما؟ شكون جاني عليك؟ كنصوني لك من قبيله ما التليفون ما كيجاوبش. ايوا ما جاوبتك حتى مشيت نشوف اختي. مشي مزيان بعدا؟ صراحه ايوب ما مزيان والو. الحاله اللي شفت فيها اختي بقات فيا بزاف. مال اختك عاوتاني؟ كبرك عند خالتها بخير معززه مكرمه وخالتك ماليه فيها. شنو كاين؟ اش من مشكل عاوتاني؟ كيفاش مكرفصه؟ عايشه معززه مكرمه. ايه هذا الشيء فهمناه حيت انا اي حاجه خصها كنديها لها، ولكن حتى خالتي مسكينه راه غير مرا كبيره هي براسها خصها اللي قبلها. وزيدوا فوق هذا الشيء كامل ماما ملي كانت كتموت واخا اختي كبر مني راه وصاتني عليها. ندى انا اللي بغيت نوصل لك هو هاد الدار هادي دمرنا فيها ويلاه باش خديتها انا وياك باش ترتاحوا، ماشي باش نبقاو مقابلين. انا عارف هاد الهضره كامله اللي كتقولي لي دابا اختي مكرفصه وخالتي كبيره صافي دير باغا تجيبها عندنا للدار. واش هادشي اللي كاين ولا ماشي هو؟ ايوا لا بانت المعنى لا فائده في التكرار. انا اختي ما غنخليهاش عند خالتي، غنجيبها لعندي للدار. ما حدي انا في الحياه ما خش اختي تكرفص، واي حاجه خصاتها غنديرها لها. قديت عليها راني غنديرها، ما قديتش عليها غندير المستحيل. ياك لا لا ومزيان. خالتك ما كانتش مريضه ملي كنا حنايا كارين، ملي كنا كنتقاتلوا باش نديروا هاد الدويره هادي، ملي درنا دارنا باش نستقروا انا وياك ونديروا وليداتنا. لا حقا خالتي مرضات، هادشي كامل تيديروها تعكل. شوف ايوب غنقولك جوج الكلمات ما غنعاودش الثالثه. انا اختي غنجيبها تعيش معايا، ماشي انايا انا نهار كله كيبقى لي خاوي كنخدم غير الصباح وكتبقى لي العشيه خاويه من اللي تعمر عليا الدار. وكان عندي الامكانيات كنهضر مع التليفون ديما خدام. خدمه ايوا مزيان. انت ملي في خدمتك وانا غنجيب اختي نتلاها فيها. اختي ما جبتش كثير وانا لو كانوا عندي الامكانيات تخالتي غنجيبها تجلس معايا. ياك وجيبي ماماك حتى انا ودام القبر جيبها تسكن. هادشي اللي بقى انا ما بقيتش راجل في هاد الدار، وليتي انت هي الراجل خاصك موستاج. مشيت خدمت وجدت الدار بديت نضرب ماما. اه خويا لي فراسي هو لي فراسي. راه هادشي في الاخر غادي يدير لنا المشاكل، انت ما كتراعيش ليا انا. واش ايوب غنراعي الواحد بصحته وعرف راسو اش كيدير؟ راه انت اللي خصك تراعي ليا وتراعي لاختي مسكينه اللي قليله الصحه. راعي لها في صحتها ولا مالك اختي؟ انا قالوا لك عندي في الدار مستشفى بن الزبير. سير اختي راه لومبيلونسي راه معيط لها دار شي سبيطار ولا دار لدار العجازه. والله يستر قلبك ما فيه لا رحمه لا شفاقه. كون كان شي واحد من عائلتك كون راك حسيتي به، ولكن دابا حيت اختي ما عندك بها لا اناقه ولا جمال. لا لا انا باش شقيت ودرت هاد الدار باش ترتاح فيها راه شفت العذاب وما شفت لا رحمه لا شفاقه. ياك ماشي في الاخر باش نبغي نرتاح عرفتي شنو غادي دير انا دابا؟ بقاو نغوتو الجيران كيسمعوا. سيري جيبي. راعيتي الجيران وما راعيتيش لمرتك. ايوا الله يعطينا وجهك. انا بعدا داكشي اللي فراسي غندير اختي راه غنجيبها الله يعاون. جبتي ويا في الراس. ايوا هانتي يا اختي فاطمه زهره لقينا الخير في البراني، والراجل اللي قلنا زعما يكون عويل لينا شفتو كاع قطع الحس وقيلا خرجوا حيت عرفني جايباك. ماشي مشكل علمتو قلت له راه غنجيب اختي خصو يتسناني ملي نكون في الباب نعيط له يهبط يعاونني، ماشي الجيران يعاونوني ولا العساس يعاونني وهو ما كاينش. واخا خليه مسكين خدام. اه ودي يا اختي فاطمه زهره ما عرفتيها باش روات سيد اليوم كاع ما خدم نهار كله هو في القهوه، علاش لي ما يعاونيش؟ مالكي انتي برانيه ولا شي وحده غريبه غنديروا فيك الخير؟ هادشي راه واجب علينا. وزيد ولا ما وقفش معايا هو شكون يوقف معايا؟ ماشي مشكل اختي هو عزيز عليا بزاف عايز حكم معايا. عزيز عليك؟ اه انت عزيز عليه. والله هو راه بصراحه ملي قلت له غنجيب اختي ما عجبوش الحال حيت خاف لا ما نقابلوكش ولا ما نعطيكوش حقك، ولكن انا قلت له ماشي مشكل راه غنولي نخدم غير الصباحات والعشيات نبقى معاك. داكشي علاش؟ لا خشي انت عزيزه عليا وكتهلاي فيا كنبغيك انا. حتى انا اختي الحبيبه كنبغيك وكنموت عليك. الله يخليك ليا ويا ربي تقدرني باش نكون معاك. المهم انا غنشعل لك التلفازه ونوض نصايب لنا شي سوب ولا شي حاجه ناكلوها وخلاص. ايوب راه دابا ياكل في الزنقه فيك الجوع. صافي حبيبه ديالي انا شعلت التلفازه فاش تلاها انا نصايب لنا شي حاجه دابا.
ندى 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 مشخرة مشخرة حلفة بالله مشخرة مشخرة انت جيتي هاليوم هاليوم فين قبيلة وشكون عرض عليك؟ صيفط لك بغلة عرقانة اشي لي انت كملات ميمون ميمون برك ليا في الدار انا راه عارفك نهار العرس ديالنا هذا برك دك ودردكي الدجاج درتيه في جيبك والقاعدة الاوركسترا طلعتي قدمت تشطحي ودابا نيني مشخرة سولتك سولتك انت تعرفيني بعدا جيتي تهضري معايا انا مشخرة انت كيداير انا عارفك واخا ديك التامون قاليني ديالك ولكن راه تتفاهمي ولا كنتي تتفاهمي ديري النفس ملي تجي اختك ولا اختي انا ما ارتاحيتش هنا ديني مالك كي دايرين نفسي كيفاش من بعد؟ من بعد ورا السيمانه هادي وانا جالسه مقابله اختي والله يسهل عليك والله يسهل علينا وعليك اخويا مالنا دابا على هاد الهضره هادي كامله انا دابا راه جيت باش نقول لك غدا ان شاء الله غنبدا الخدمه عافاك الا كان ممكن وجيتي قبل مني شي نهار ولا شي حاجه عطي اختي دواها بين ما نجي انا هادشي علاش جيت عندك ياك نادا المره الاولى قلتي تجيبها قلنا ماشي مشكل واخا اختك مريضه كذا واخا ترجعينا انا خدامه على لا اختي ماشي سوقي فيك انا انت ويا دبري راسك عاودي دا معاك الخدمه سير عند المدير قولي حتى وراه واحد اختي مسكينه خلاتها ليا امي والله يقدر المدير يدير معاك المزيان طنز اش دانا اخويا لشي طنز ولا لا الهضره ديال الزنقه انا اخويا غير طلبتك وقلت لك الله يرحم لك الوالدين الا جيتي شي نهار قبل مني واخا انا غنحاول نبقى ندير الماكسيموم بوسيبل باش نجي في الوقت عطي اختي دواها ما بغيتيش ماشي مشكل دابا نلقى الحل مع الوقت المهم انا اختي تبقى حدايا وقريبه ليا اش دانا حنا لشي مدير واش دانا الهضره كامله ما كنتش كنعرفك هكايا نادا الله يرضي عليك والله يرحم لك الوالدين ووالدينا ووالديك وما انت بعدي مني هذا الموضوع خرجيني من سوق اختك الله يسهل عليك ايوا سبحان الله وكان شي حد من عائلتك كون راه كتراري به ولكن كل كيحن في الليله والشي انا ديك اختي لحطت صحتها انا ما غاديش نخطيها غنبقى معاها حتى مول الامانه يدي امانته ما عرفناش شكون السابق دابا نادا واش انا جريت عليها واش انا قلت لك ما تجيبيها صافي انت درتي داكشي اللي قال لك من باب الانسانيه طلبتك وقلت لك عافاك الا جيتي قبل مني بواحد ربع ساعه ولا نص ساعه لختي دواها ولكن انا غندير الماكسيموم بوسيبل اخويا وني نجي قبل الوقت وما بغيتش اختي انا ملي غنخرج بكري غنمشي للقهوه ما غاديش نجي لهاد الدار ياك ايوا ماشي مشكل الدنيا راه دواره السنطه راه كدور والبزيم راه كيلاقي ايوا صافي ايوا ولا لا الله يخلي لك اختك فاطمة زهرة فاطمة زهرة نوتي نو سمحي لي خسرت لك نعاسك اختي نادا لاباس عليك لاباس الحمد لله شوفي بغيت غير نوصيك انا راه غدا ان شاء الله غنبدا الخدمه بشحال بشي خليني لا اختي ما غاديش نخليك غير راكي عارفه ضروري ما يمكنش غادي نخلي البوست ديالي خاوي راه 10 ايام هادي وانا جالسه دابا ضروري خصني نرجع وراه غنبقى نحاول نجي بكري باش ندوز معاك العشيه واخا شي شي عشهال عليك انا بقى نتوحشك حتى انا اختي الحبيبه غنتوحشك ولكن هذا هو القدر ضروري ما عندي ما ندير خصني نخدم ما راكي عارفه الحياه فيها التزامات خص بنادم ضروري يخلص كريدياته ويشري داكشي اللي خصو ما خصنيش نبقى جالسه وما تخافيش راه ما غتبقايش بوحدك راه ايوب كيجي قبل مني ديما من الخدمه راه غيبقى يونسك ولا طفات لك التلفاز ولا شي حاجه يشعلها خصك شي حاجه يجيبها حتى لعندك بحال كاينه انا واخا اختي الله يشهد عليك غنبقى بوحدي وتيجي ايوب ونس شعافه صافي اختي الحبيبه انا ما كنتش صراحه عارفه حالتك حتى لهاد الدرجه موهته ولكن الله يسمح لي منك والحمد لله اللي حسيت بيك وجبتك لعندي
اما واقيلا راكي كنتي عايشه مع دبا عند خالتي. لا خشي كنشمها ليا فيها ياكي يا خالتي عزيز عليها حنا بزاف. والله يخليها لي الله يطول لنا في عمرها كنشمو فيها ريحه ماما. متوحشة مسكين. دابا نجيبها شي عشية تجلس حدانا صافي. انا دابا غادي نوض ياك نوجد لك داكشي باش غتفطري نخليه في الميكرووند باش الصباح الا مشيت انا ايوب يسخنو ويجيب لك تاكل صافي. واخا اخي يلا حبيبه تصبحي على خير. شكرا اخي خليك ليا يا ربي خليك ليا. صباح الخير الزين. بخير اختي ما خصني حتى خير النهار جيتي سبحان الله الحمد لله مرتاح. شكرا خويا. اختي ديري نفس ديري نفس اش قلت لك النهار الاول شنو قلت لك؟ قلت لك ملي تجي اختك قولي لي اختي انا راني ما مرتاحاش في الدار يا ما كانت نشوف الجنون يا ما كانت نشوف شي حاجه ماشي حتى الليل. اي اخويا انت تايقيني ما تنحملكش واش من بغيتي شي بحالاتك ودوي دوي 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 عادي فهمشاو وانا مالي انا دار الايتام واش دابا انا بلا واش انا دار الايتام انا عندك واحد بلان مزيان تهني وغتقول لي شي نهار نجي نجيب لك فانت الفاك ياكلها ماشي حرام اختي تجي تقردي لي في داري طريقه مرتي الباء ما جايش تكا دايا نعس راسي وشتي من نهار جيتي وانا مخاصم من مراتي وشتي مسطي ولا مال وما خوف كيحبوني بحالاتك شحال تدوفو كدنو بسيري بحالاتك وتدوفو ماشي ديالك ديال ديك نادي اللي جايبك بوتي هاديك فوطه بوتي كتبكي علاش؟ ايوا قديش النوض اه ما قديتيش تنوضي واصلا انت ما كتقديش تنوضي بوحدك قولي لي يا اختي مالك قولي لي مالك والو ما ملينا والو وانت اختي راه ما كتحركي ما كتقدي ديري حتى حاجه ما يمكنش تطيحي من السداري شافي هجيري شنده اه نهزك فوق السداري واخا اختي انا غنهزك فوق السداري ولكن راه ما يمكنش تطيحي بوحدك هادشي ما دخلش ليا انا لدماغي وحي ما كاينش ايوب ما شافكش ايوب ما كاينش وانا كنسمعو كاين في الصالون وقيله ماشي بوحدي ما عرفتش اختي ما عرفتش هادشي وحق الله العظيم ضغط هاني نشوف كي ندير لك اما داك الحيوان ما غايجيش يعاوني ما غايجيش شويه وصافي اخويا صالح وشوف دابا الخدمه كامله دوز عليا تبارك الله عليك الراجل والله انت اللي جات معاك الهضره في التليفون صلاح خويا حادك خلي صلاح وتصل صلاح كامله تعرف كش كدابا مالك هاد الايام ما توليش مالي من حالي مالي من حالي اختي طايحه مسكينه وانا مالي كيفاش انت مالك زوينه هادي اختي طايحه اختي طايحه في الارض ماشي حشومه واش ندير لها انا سير هزها ما سوقيش سوق ما سوقش ما سوقيش سوقك انت غير في الفلوس اللي كندخل والخدمه والتقضيه وداكشي سوقك فيه وخصك تجيبي لدارك مالك تجيبي ليا ياك دابا وليت كنجيب داكشي لداري هو سيدي الله يرحم لك الوالدين انا اختي غنشري لها كروسه وغنولي نجي من الخدمه ونديرها في الكريراسه ونخرج ناكل انا وياها في الزنقه وانت خويا موت بالجوع يا الفنيان يلي شتي السيده مسكينه معاقه غير من جانب الانسانيه عاون غير قادها غير غطيها خليها في الارض وغطيها ماشي مخليها مسكينه في الدس شري لها كروسه وشري لها حتى طوموبيل انا مالي فنيان انا راه ساندويش في الزنقه انا قادني واختي لك تي باغا اختك اللي قابله دبري راسك منك ليها انا مالي انا ما غطيتيهاش ما درتيش لها وانا مالي انا الرعايه مرض كيدير وجهك ماشي وجه الرعايه في الحقيقه ولا ما درتيش على وجه الدنيا دير غير على وجه الاخره هذيك المعذوره مسكينه راه فيها الاجر واخا كاع كوما كانت شختي دير فيها هذا الخير هذا ربي غيجازيك كون كنتي كتب عليك الله شي ولد ولا شي بنت بحال هكا كترميهم للزنقه
ولكن وجهك ماشي وجه الحنان. ناد الله يهديك، اش من حنان واش اش وليتي كتقولي؟ اش انا ملي كان مكتب عليا الله انا لك تغنولد بحال اختك؟ لا ما نولد يا ربي، انا بغيت نبقى عاقر باش نكونوا متفقين. ما باش تقولي لي انا الحنان مختي من نهار تكاتبت انا وياك العدول، قال لي مكاتب مع نادا ماشي نادا وختها نادا، انا شنو درت بها انت تكتب عليا معوقة تعيش معايا في الدار؟ هي اللي بقات لي ونعرش الشيطان والتقيم لك وعرفش كتخرج من فمك، راه باب العرش كيكون مفتوح وربي سبحانه وتعالى كيقول كون فيكون. انا خويا الا كانوا الاولاد غير معاك وبحالك ما عندي ما ندير بهم، راه باين الفضيله من العصر. كون كان فيك الحنان وكون كان فيك العاطفه كون راه حنيتي في السيده، عاد تحن في ولادك انت، وقيلا ولادك ما غتصرفش عليهم كاع ما غتعقلش عليهم. ها انت قلتيها ولادي وهذوك راه كبدتي، انا الواحد تيموت على ولادو على بلادو، انا شي حاجه كتخصك انت نوقف معاك نطيح ونوض معاك نهزك فوق من راسي انا هذا، ولكن اختك جاد لا جاد الله، واش انا مكتوبه عليا بالزز؟ ربي قال لك قديتي دير الخير ديرو ما قديتيش ما ديروش، ربي ما غاديش يعذبني حيت انا ما بغيتش ندير الخير، ما عنديش باش ندير، انا ما فاقد الشيء الا يعطي، انا الخاطر ما عنديش باش نعطيه لاختك، حسي بيا وقدريني انا راه تنبقى راجلك انا هذا. بغيت نعرفك انا باش راجلي واش بالشفاوي وزيدوا فوق هذا الشيء كامل، انا راه ما عنديش فين نترصي، اختي غنجيب شي وحده اللي تعاونني فيها. ايوا عاق البريق. ايوا خويا كون كان البريق عاق كاع ما يعطي قاعو للحريق. وانا انا غنشد الطريق. ريدا السلام عليكم. كبيرة لاباس عليك؟ بخير مزيان الحمد لله. شحبشك؟ لا هذه ماشي صاحبتي. شكوناهي؟ اختي فاطمة زهرة. فكرت مزيان ولقيت بلي كدوزي نص نهار كله بوحدك وقلت نجيب شي وحده اللي تقابلك وما لقيتش حسن من الجو. شكرا اختي نادى الله يكبر بيكم، ملي ثقتي فيا الثقه كامله والله ما نخيب لك ظنك. شكرا اختي نادى، اختي تعاوني بحال حياتها كامل والله انا فرحانه. ايوا اختي هذا هو الربح، غير تكوني فرحانه شي، انا ملي كنشوفك ضاحكه والله حتى كنرتاح، ولا كنت مقصره من جهتك في شي حاجه الله يسمح لي منك. شغل اختي بعيش ومقشري شويه. ايوا الحمد لله هادشي اللي بغيت. المهم اختي نجوى بلا ما نوصيك، عافاك انا غنصيفط لك اوديو في الواتساب باش تبعي على التريتمون ديالها كوم الفو صافي. هاني اختي الله يسهل عليك وما تخيبيش الظن ديالي فيك، كوني هاني صافي. وعافاك انت نوض غسلي يديك ونقي لها شي تفاحه ولا بنينه، المهم اللي بغات هي فاطمه الزهراء. صافي حتى ديالي شوفي المساج وجيبيك لي معايا من غروب على الستة. صافي الله يخليكم. يا معيشة لالي شوفي أنا في حاجة فيها ديات ونسني وقاش حيني أيوم قاعد وصغية وقاعد نضحك أنا وياها وفرحو. بسم الله الرحمن الرحيم. ليش دخلت شدي هنا؟ واه واه والزين واه الشمس واه القمر. ايش كديري هنا؟ شكون اللي جابك هنا؟ ايش واه جابك؟ شنو بنجوا هذه او ثاني خدامه ناري ما قدهم فيل جابوا لي جفيلات. شي دابا بغيت نسولك دابا، واش عندك البلاصه اللي هي كلها عمرتيها بول جيتي بغيت تعمر لي هاد السداري هذا؟ واش عمبوش انا؟ واش كديري؟ كدير العطور كترشي الخزامه وريحتك عاطيه عباد الله تنشم من الباب. دابا بغيت نعرف انا اللي دخل عندي غير شي صاحبي يشم فيك هاد الريحه، واش ما كتحشميش؟ شو منطتي؟ شعرفتي هاد المنطه ديال من؟ واو شاد شي كامل دارت ونادى هي اللي دارت ومغطيك بهاد المنطه عاد جابتها لامي كادو كدير معايا الفعيل. واش اختي بغيت نسولك واش ما غاتمشيش بحالك؟ دابا ما تمشيش بحالك كنقولك ما كنتش نقولك سيري بحالك وسيري بحالك. واش بغات تدبري لي على روح؟ واش بغات تدبري لي على المونتي؟ قري لها عاوتاني راه طابت بغيت نوض من بول. انا بغيت نوض من بول. شو حشومه؟ الله يعطيك العافيه ابتسام اللي معذب ومعذب انا معاك. شي ولد معوق شي ربي يعطيك شي موفى بصحة يلقيها لك. هادي اختي الله ياخذ فيها الحق. نوضي اختي حرام عليه انت حرام عليه.
واش كيتعامل معاك دابا بحال هكا؟ ناري يديها كنبزات اختي. قوليها لاختك ما تقدريش تقوليها ليها، وغادي تبقاي ديما في هذا الحال. واش هو خدام عليك كيعطيك شي حاجه؟ ماشي مشاكل صافي ما تخافيش انا غنجيب لك باش تغطي. ما هي عطاك شي مصيبه عيكيها لك يا خايب الصاله. حشومه كاع، واخا يكون بنادم يهودي ما يتصرفش معاه بحال هكا. انا خدمت جو عمرني شفت بحالك. نجوى السلام عليكم. مالك واقفه في الباب؟ علاش بدك توقفي الباب؟ ولا تجلسي حدا فاطمه زهراء خاصها شي حاجه؟ انا باش نكذب عليك، انا خليني نوقف تحت الباب باش نهضر معاك. انا الهضره ولات كتدخل وتخرج ليا دابا. نجويك لاباس، ما مولفاش ليك، ديما كنخليك هنا كنجي، يا اما كنلقى تديري شغلك كتوجدي لفاطمه زهراء الماكله، يا اما كنلقى جالسه حداها. دابا هاد الوقفه اللي واقفه لي حدا الباب ما عجبتنيش، خرجي من رونتك وقولي لي اش واقع. لهلا يوريك اختي اش واقع. انا مشيت نجيب الدواء لفاطمه زهراء، قلت لها راه غنجيب لك الدواء، طلعت نجيب غير الفلوس صونات لي اختي، غنهبط غنشوف شي حاجه ما غتعجبنيش. الا عجبتك انت انا ما غتعجبنيش. شنو هي هاد الحاجه اللي شتيها انت وما عجباتكش؟ واش انا جايباك للدار انا باش تشوفي الحوايج اللي عجبوك ولا لا؟ اش هاد الشنجوه؟ قولي لي اش واقع. راه دخلتي لي الشك، واش ايوب دار لفاطمه زهراء شي حاجه؟ لا اختي، غير لقيت اختك طايحه في الارض وما عجبنيش الحال. اجي نوريك وتشوفي بعينك راجلك اش كيدير في هاد الدار، الفحشاء والمنكر. اوين الفحشاء والمنكر؟ شاد شي كنسمع نجوى؟ واش عارفه اش كتخرجي من فمك ولا لا؟ عارفه راسي اش كنخرج من فم. هاك يا اختي. اويلي ايوب هذا، لا ما يمكنش ما يمكنش، ديما كنلقى اختي طايحه في الارض وكتبغي تقول لي حتى شي حاجه. ايوا اختي هذا قلت انا ماشي مشكل، واخا طيح في الارض واقيلا اختي ولات كتحرك ماشي مشكل، واخا طيح نجي نهزها، ولكن ولا السيد كيهزها ويضربها في الارض ويعطيها العصا. ويلي وحدي ما ياخذش معدرو، ما بغاهاليش معدرو، ما بغاهاش تجلس معايا. اليوم غنعيش معاها في الجحيم. فين هي فاطمه زهراء؟ ياك قديتيها؟ فين هي؟ فين هي؟ رديتيها لا خلاص، كون ما دارش على وجهك والطعام اللي كليت معاكم هاد الايامات كون رديتو فين تربى. هاد الفيديو شوفوه البوليس والله ما يخرج منه على الاقل واحد الخمس سنين. عود بالله مش طراجي. والله العظيم الا عفت الرجال لقاها مسكينه قليله الصحه وجلس يدير فيها ما بغى. بالحق هو غيجي ليا، مالي عندي منا بكيه ولا عاد انا والديا غيخرجوا من القبور يعاودوا يولدوا لي اختي وحده اخرى. شي مالك صوتك تسمع من عند الجيران؟ الحمد لله اللي سمعتيه من عند الجيران، الحمد لله اللي ما جات اللي ما سمعتيش البوق في الجوامع داير بك الطر. ها مالك؟ مالي مين الحال اخويا في هاد الدار؟ ماشي حشومه عليك وعيب داكشي اللي درتي في ديك السيده. اش درتي فيها؟ ما درتي فيها حتى حاجه، ما درتي فيها والو حتى حاجه، كون ما شفتوش بعيني نقول ما درتي والو وضريف والله يعمرها دار. ها اختي انا من الاخر نجيك من الاخر ياك ايوب وقلت لها اختي تمشي ماشي حشومه عليك ديها وسيري ماشي حشومه عليك ديها. انا بقيت باش نصبر لها، قلت لك النهار الاول انا هذا قلت لك اختك نهار غتدخل بيناتنا نهار غتفرتك هذا العش هذا. انت ما بغيتيش تسمعي. انا ماشي بالضروري عليا اختي تكون عندي اختك في الدار، اون بليس زيداني بخدامه. ما عرفتي هاد الخدامه هادي شنو جادير؟ هاد الخدامه هادي اللي قلتي اش كدير؟ دارت كل خير، هي اللي فيقاتني ونوضتني من القلبه، جالس هنا كتصلخ لي اختي وكتعطيها في الفلاقه ماشي حشومه عليك؟ ها؟ شنو هاد الخدامه اللي ما عجباتكش؟ كون شدات هاد الفيديو هذا وداتو للبوليس وما تقاتش فيك وجه الله، كون راك غدوز الحبس، حيت هاديك السيده مسكينه اللي درتي في هاد الحاله راه غير معاقه. وغادي تخلص في الدنيا قبل من الاخيره. اما قدكش هاد الخلاص ديال هاد خمس شهور كامله من نهار دخلت اختك وانا وياك هكا كيلمش مع الفار. اختي انا غلبني هاد الشيء كامل، ديري معايا حل، نديرو حل دابا نحطو النقاط على الحروف، يا اختك يا انا، وحده من الجوج. لا غنختارك انت حيت انت غتدخلني للجنه ونوض جمع راسك من القلبه وجوج لي لقاونا يفرقونا. ياك هاد الدار هادي اللي شانت بيها شريناها انا وياك بالنص، ياك انا حاطه زطي وانت حاط زطك، ايوا خويا رد عليك والله يعاون العونات. يا كندا ولاد دابا الدار هي اللي جامعه بيناتنا، ما جامع بيناتنا عشرة ما قرينا مع بعضياتنا، ما نسيت هادشي كامل، هادشي كامل على ود اختك. ولا لا انا هاد النص هذا اللي باغا تعطيه ليا انا غادي نخوي بلا نص بلا جوج. الله يربحك باختك. ونيت راه ربي غيربحني غير داكشي اللي كنتعامل مع اختي وداكشي اللي كندير على قبل اختي، ما غيربحنيش بك نتايا.
حيت انت صدقتي ما مزيانش وماشي ولد الناس. تقاتلت انا وياك، ما خليت انا وياك ما درنا عرفتي ونسيت شي كامل صافي نسيت ياك نسيت قاتلنا كلشي هادشي نسيتي دابا الخلاصه ديال هادشي كامل الخلاصه ديال هادشي كامل شك. ما يستاهل عليك معاها ايوا طلقني طلقي راسك براسك طلقني واخا غنطلق راسي براسي وجولي لقاونا غيفرقونا كيما قلت لك قبيله والله الا حسب له غيبقى فيا ما تبقاش فيا انا خويا تبقى فيا اختي اللي ماتوا والديا ما غيعاودوش يولدوها لي اما بحالك راه موجودين اشبه الرجال. فاطمه زهر اختي فاطمه زهر اختي سمحي لي بزاف والله انا ما كنت عارفه هذا الشيء كامل قسما بالله شوفي ربي فاش كيبغي يدير السبب جبت هذيك السيده هي بينات لي على حقيقته سمحي لي بزاف شتي انا التحوايجو ما غنخليش يجي يديهم غنحرقهم الحاجه كاع اللي كتجمعني انا وياه ما بقيتش باغا اختي باغا غير الرضا ديالك وتسمحي لي بزاف وماما مسكينه ترضي علينا في قبرها وتشوفنا وتفرح بينا اختي الله يخليك ليا الله يخليك ليا انا قابله بك انا نهزك حياتي كامله حياتي كامله شتي كون كانوا يقولوا لي شي عضو مني غنعطيه لك وغتصححي نحيدو اختي ونعطيه لك انايا بغيتك غير انت تبقاي ليا لاباس الراجل يمشي ويجي راجل اخر انت اللي ما غتعوضيش ليا اختي الحبيبه خليك ليا خليك